بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح كتاب التوحيد إلى قول المصنف رحمه الله، قال: باب الشفاعة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ذكر المصنف الشفاعة في كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن أهل الإشراك أو أهل مكة كانوا يقولون عن اللات والعزى أنها إيش؟ شفيعة لنا عند الله سبحانه وتعالى. فمن باب التوحيد أو في كتاب التوحيد ذكر الشفاعة لكي يبطل شفاعة هذه الآلهة، أن هذه الآلهة ليس لهم شفاعة ولا تنفع. لذلك يقولون يعبدون الأصنام ويقولون أنها تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى، وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. يقولون نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قدير وذو سلطان، فلا يحتاج إلى شفعاء، عكس الملوك في الدنيا. الملوك يحتاجون إلى شفعاء لقصور علمهم أو لنقص القدرة عندهم، لكن الله سبحانه وتعالى كامل العلم والقدرة والسلطان سبحانه وتعالى، لذلك لا يحتاج إلى الشفعاء. والشفعاء عنده لا يكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وذلك لكمال سلطانه وقدرته. والشفاعة لا يراد بها معونة الله، الشفعاء لا يعاونون الله سبحانه وتعالى، فهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. والمراد بالشفاعة إكرام الشافع، لما ترضى أن فلان يشفع هذا إكرام له للشافع، ونفع للمشفوع له، تنفع المشفوع له. إذن المقصود من الشفاعة شيئين: إكرام الشافع ونفع المشفوع له. والشفاعة اصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي الشفاعة، أنك تتوسط لجلب منفعة أو دفع مضرة لهذا المشفوع له. المنفعة مثل شفاعة النبي لأهل الجنة بدخولها، ودفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستحق النار أن لا يدخل النار، فهذه دفع المضرة. وذكر المصنف رحمه الله 5 آيات في هذا الباب. الأولى قال تعالى: وأنذر به. الإنذار هو الإعلام، وأنذر به أي بالقرآن، وأنذر أي أعلمهم وأنذرهم بالقرآن. يخافون أن يحشروا، أي يخافون من الحشر، لأنهم كفار فيخافون من العذاب في الحشر، هذا هو المقصود. يخافون أن يحشروا، أي من العذاب الذي سينالهم في أو بعد الحشر. ثم قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وهذا محل الشاهد، ولا شفيع أي ليس لهم من يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تنفي الشفاعة من دون الله، أي من دون إذنه. إذن الشفاعة من هذه الآية ثابتة، ولكن منفية عن إلا بإذنه. قال لله، الآية الثانية قال: لله الشفاعة جميعا. الشفاعة كل الشفاعة لله سبحانه وتعالى. فالشفاعة لقسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة للمؤمنين. الشفاعة الخاصة بالنبي أنواع: الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لكي يحاسب الناس، هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود.
الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلون الجنة، لن يدخلوا الجنة الناس إلا إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأذن للناس بدخول الجنة. الشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة خاصة له صلى الله عليه وسلم. وهناك الشفاعة العامة أي لجميع المؤمنين يشفعون. الشفاعة في من استحق النار يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، الشفاعة الثانية لمن دخل النار، بعض المؤمنين يخرج بعض من دخل النار، هذه الشفاعة الثانية العامة. الشفاعة الثالثة العامة رفع درجات المؤمنين في الجنة، هذه الشفاعة الثالثة للمؤمنين. ثم قال رحمه الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي ليس هناك أحد، من ذا الذي؟ أي ليس هناك أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، هذا هو المقصود. لا أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها دليل على كمال سلطانه وقدرته سبحانه وتعالى، أنه لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية الرابعة قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا في رد على أهل الشرك، يعني هم يتوقعون أن اللات والعزى تشفع، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: وكم من ملك، الملائكة لا تشفع ولا تستطيع أن تشفع وليس لهم الحق إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، فكيف اللات والعزى تشفع لكم؟ إذن اللات والعزى لا تشفع ولا تنفع. فهذه الآية ومقصد هذه الآية. الآية الخامسة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. هؤلاء اللات والعزى وغيرهم قال الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، وقلنا الذرة ما المقصود بالذرة؟ ها؟ صغار النمل. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، شو المقصود؟ وليس لهم وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما على السماوات والأرض من شرك جزء، أيوة ليس لهم شرك، ليس لهم جزء ولو صغير في السماوات والأرض، فكيف يتحكمون ويشفعون؟ فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي معين. وكل هذه الآيات أحبتي بالله تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله، لا تتعلق إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تخاف إلا من الله. هذا دليل هذه الآية بأنه لا أحد ينفع ولا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض. ثم قال رحمه الله ذكر قول ابن تيمية قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نفى كل شيء ما يتعلق بأهل الشرك، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، ما يملكون شيء ولا شرك،
أو يكون عونا لله من ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة، لا ظهير ولا يملكون. ثم قال لم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها الشفاعة أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة منفية، فهم لا يملكون شيئا وليس لهم معين، وكذلك لا يملكون حتى الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله أي ابن تيمية قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، يظنون أن هناك شفاعة لله والعزة يوم القيامة له، فيقول هذه الشفاعة منتفية أي لا وجود لها يوم القيامة، كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه يوم القيامة، يأتي النبي ويسجد لله سبحانه وتعالى، ولا يبدأ بالشفاعة. محمد صلى الله عليه وسلم المقرب سيد ولد آدم لا يشفع حتى يسجد لله سبحانه وتعالى، ولا يبدأ بالشفاعة. ثم يقال له ارفع رأسك، قل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. إذن أذن له صلى الله عليه وسلم بأن يشفع صلى الله عليه، وهو أعظم الناس جاها، مع ذلك لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى ويرضى. ثم قال رحمه الله ذكر هذا الحديث قال: وقال أبو هريرة له: من أسعد الناس بشفاعتك. أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون إلا ولا تكون لمن أشرك بالله. الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرم من؟ ليكرم هذا الشافع، وينال المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. إذا هذه الشفاعة فيها شرك فهي منفية، لا شفيع ينفع. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. إذن الشفاعة منفية إذا كان فيها شرك، لكن موجودة إذا كانت بإذن الله وكانت خالصة لله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله. فالمشركون إذن ليس لهم حظ من هذه الشفاعة، هذه الشفاعة لأهل الإخلاص، لأهل التوحيد، لأهل لا إله إلا الله. قال: من قال لا إله إلا الله خال من قلبه. إذن الذي يقول بلسانه وليس بقلبه مثل المنافقين، هل تنفعهم شفاعة النبي؟ ما تنفعهم شفاعة النبي، لأنه قال خالصا من قلبه. إذن المدار على القلب، فأهل النفاق لا تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، لأن من أشرك بالله ما تنفعه. قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن في القضية فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وحقيقته أي حقيقة الشفاعة. إذن قال: وحقيقته يعني فائدة الشفاعة، فائدة الشفاعة قال أن يغفر للمشفوع له ويكرم الشافع. إذن حقيقة الشفاعة لماذا؟ الله عز وجل ممكن أن يدخل الناس أو يحاسب الناس من غير شفاعة، لكن أراد هذه الشفاعة لإكرام الشافع ونفع المشفوع له سبحانه وتعالى، أن يكرم الشافع وينال هذا المقام
المحمود صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي أمام الناس وأمام الخلق لكي ينال هذا المقام المحمود. ثم قال رحمه الله تعالى: قال باب. قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. يقول في هذا الباب، قال: كذلك اللات والعزى شفاعتهم ما تنفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على الكفار، قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. طيب، قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وإنك لا تهدي من أحببت. نقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الناس على الخير، يهدي إلى الخير، لكن هداية التوفيق أن هذا يكون مسلم وهذا يهتدي وهذا يسمع الكلام، هذه الهداية من الله. إنك لا تهدي إلى هداية التوفيق، الهداية من الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.